رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل، وأنا بيسعدني ويشرفني جدا وجود الدكتور محمود شاهين مدير الإدارة العامة للتحاليل والإضرابات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا هنا في الاستوديو. أهلا بحضرتك. احنا بنتكلم بقى في صميم عمل حضرتك الاضطرابات الجوية. احنا على مدار ال 48 ساعة اللي فاتوا دول يمكن أول مرة في شهر 11 نشوف الحجم ده والشكل ده في القاهرة. إيه اللي حصل؟ طبعا كل سنه وحضرتك طيب. فصل الخريف بادئ طبعا 23/9، وفصل الخريف مدته 3 شهور، ومعروف من اهم سمات فصل الخريف انه فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه رغم اعتدال درجات الحراره، لانه فصل انتقالي بين الصيف والشتاء. رغم اعتدال درجات الحراره الا ان بيتخلله موجات من الطقس السيء، ويعني يعتبر فصل الخريف احنا بنقول عليه فصل السيول على مصر. نعم. خاصة لأن أمطاره غزيرة على المناطق الجبلية، سواء كان في شمال ووسط سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، شمال وجنوب الصعيد. الأمطار الغزيرة في هذه الأماكن احنا بنقول دايما إنها بتتكون فوق المرتفعات ثم تهبط عبر مخرات السيول إلى أماكن تجمعاتها. طبعا وبيبقى معمول حسابها وزارة الري، لسه هي بتكلم وزارة الري عاملة حسابها كويس جدا. تمام. وعبر يعني أنا متابع طبعا البيانات اللي بتصدرها دايما ومخرات السيول اللي هي دايما بتطهرها. نعم. فبصراحه الناس كانوا على اتم استعداد لاستقبال حالات السيول. بس جت في القاهره بقى، ولكن طبعا القاهره موضوعها مختلف خالص. القاهره صرف صحي، والشبكات طبعا الناس المتخصصين يقدروا يتكلموا في الموضوع ده اكتر في الشبكات والصرف الصحي، ولكن انا طبعا تواجدي في غرفه العمليات في مجلس الوزراء ده طبعا في غرفه العمليات في دعم اتخاذ القرار. نعم. عند الست اللي هو علي هريدي واستاذ اسامه جهري. طبعا على مدار الساعه في متابعه يوميه للاحداث، ومتابعه ساعيه كمان للاحداث والتنبؤات والشكاوي والمواطنين وتجمعات الميه. طلعت تحذير يا فندم بخصوص اللي حصل امبارح؟ طبعا يا فندم، احنا اصلا قبل البيان ده، قبل بدايه فصل الخريف اصلا، احنا طلعنا بيان وقلنا يا جماعه داخل علينا فصل الخريف وبنفكركم بفصل الخريف وسمات فصل الخريف. بس بتاخدش الحاجات دي بجديه؟ لا، هو بصراحه الناس كانت واخداه بجديه فعلا، بس طبعا لما حسينا ان الحالات متاخره شويه طلعنا بيان تاني بعد فصل الخريف بدايته بسبع ثمان ايام، وقلنا احنا منتظرين حالات عدم الاستقرار، واول ما تبدا الحاله هننوه عنها برضو قبلها على الاقل ب 48 ساعه. وده اللي حصل، طلعنا بيان ثالث يوم الحد اللي وصفنا فيه الحالة بالظبط، وقلنا ان حالة عدم استقرار هتبدأ من يوم الاثنين وهتستمر معانا لغاية يوم الجمعة، ووصفناها ان هتكون في امطار غزيرة ورعدية. صحيح. على مناطق الجمعة ده اللي هو بكرة. الجمعة ده اللي هو بكرة. اللي هو بكرة. طيب الوضع بكرة هيبقى شكله عامل ازاي؟ لان في ناس بتتكلم على السوشيال ميديا، اكلم حضرتك بمنتهى الامانة، بيقولوا خلي بالكم يا جماعة ده في منخفض موجود في اوروبا، وهذا المنخفض قوي جدا لدرجة ان هو هيؤثر على السواحل الشمالية المصرية، اسكندرية بقى وبعد كده واحنا ماشيين، وهيؤثر برضو على القاهرة. هل الكلام ده حقيقي مش حقيقي؟ الناس بكرة تنزل شغلها عادي ولا يعني مفيش شغل بكرة؟ بس يعني اللي عايز ينزل يتمشى، اللي عايز ينزل يخرج، انا عندي شغل بكرة، اللي عايز يعمل اي حاجة يعملها بكرة ولا بلاش؟ والله احنا حضرتك احنا لسه من حوالي ساعة تقريبا او ساعتين طلعنا بيان تاني، الهيئة العامة للأرصاد الجوية طلعت بيان تاني عشان ما نبقاش بعيد عن الأحداث، ما نكونش طلعنا بيان الحد وسكتنا على كده. طلعنا بيان تاني من حوالي ساعة، لسه حضرتك أول قناة إعلامية نتكلم فيها في الموضوع ده. البيان ده وصفنا فيه خلال 48 ساعة القادمين، 48 ساعة القادمين بتشهد فعلا محافظات شمال البلاد خاصة سواحلنا الشمالية منخفض جوي متعمق بين قبرص وسواحل البحر المتوسط على حدود مصر. المنخفض ده على سطح الارض، وبيتزامن معاه وجود منخفض اخر في طبقات الجو العليا بيجلب طبعا كتله هوائيه شديده البروده من طبقات الجو العليا. وجود المنخفضين مع بعض بتنشئ حاله اخرى من حالات عدم الاستقرار، يعني حاله جوه حاله. بعد ما سقطت الامطار بغزاره على القاهره وعديد من المدن في الوجه البحري، وحصل سيول على فكره امبارح على منطقه الحسنه في وسط سيناء، وأدت طبعا إلى حالة وفاة لمزارع وبنته. بتتجدد الحالة مرة أخرى على سواحل البحر المتوسط. يعني بكرة أهالي اسكندرية بلاش ينزلوا، راكن العربية في جراج يطلعها،
التوقعات عامله ازاي يعني؟ احنا قلنا في البيان ان الحاله بكره هتكون فيها امطار غزيره بالفعل ورعديه، وهتسقط امطار بغزاره سواء على السواحل الشماليه بصفه عامه، السلوم، مطروح، يعني المطروح، اسكندريه، كل السواحل بقى المطله على البحر المتوسط بما فيهم شمال الدلتا ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب، شمال ووسط سيناء ومحافظات ومدن القناه. الاماكن اللي ذكرتها دي بالتحديد هتشهد امطار غزيره، هتكون متوسطه الشده الى حد ما على القاهره وشمال الصعيد، يعني مش زي اللي شفناه اول امبارح. لا لا، بالنسبه للقاهره ان شاء الله لا، انما هنشوف مشاهد ممكن بالحاله دي في المناطق الشماليه، يعني زي ما قلت لحضرتك السواحل الشماليه ومدن القناه وشمال سيناء ووسط سيناء هتشهد امطار غزيره مفيش كلام، مصحوبه بنشاط رياح قوي. عشان كده حبينا نطلع البيان ده عشان ننوه، رغم ان احنا قايلين ان الفتره دي فتره البيان بتاعنا، بس حبينا ناكد على المعلومه في هذه المناطق. ليه؟ عشان نحاول ننصح الساده، يعني الهدف من البيان مش تجديد الكلام، لا، الهدف من البيان النصيحه اللي احنا عايزين نقولها للساده المواطنين، مش المواطنين ومسؤولين كمان، يعني المسؤولين طبعا اهم من المواطن. المواطن مجرد يعني بيشوف دوره. هنكمل الكلام ولكن بعد هذا الفاصل، في كلام مهم جدا 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 لكل الساده المشاهدين، انتظرونا بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل، وما زال الدكتور محمود شاهين موجود معانا هنا في الاستوديو، وبنتكلم عن الاضطرابات الجوية التي حدثت وعن البيان اللي صدر عن هيئة الأرصاد الجوية وضرورة إصدار بيان تاني. كان إيه أهمية صدور هذا البيان؟ زي ما بقول لحضرتك، أهمية ظهور أو إصدار البيان اللي احنا أصدرناه من حوالي ساعة تقريبا، واللي قام بيه طبعا الدكتور أشرف صابر قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، ده كان الهدف منه مواكبة الأحداث اللي احنا شايفينها في البلاد وتحذير السادة المواطنين، لأن احنا حتى الآن شايفين خلال الـ 48 ساعة اللي فاتوا 7 حالات وفاة خلال الأيام اللي فاتت، والنهاردة في حالتين، يعني احنا كده دخلنا في 9 حالات. يعني مش معقول كل يوم في سقوط أمطار هيبقى في حالات وفاة. فاحنا الهدف منه نصيحة السادة المواطنين، احنا قلنا الأماكن اللي هيسقط فيها الأمطار بغزارة، فيفضل بقدر الإمكان وإن كان حتى يوم أجازة يفضل الالتزام في المنازل بقدر الامكان. بكره وبعده في السواحل الشماليه، ولا بنتكلم في سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري وخصوصا شمال الدلتا، مدن القناه، شمال ووسط سيناء، المناطق دي هتسقط فيها امطار غزيره وهيبقى فيه نشاط للرياح. الحوادث اللي حصلت يعني احنا الشعب المصري يعني معروف انه طيب وعفوي وبينزل بيتعامل مع الامور الحياتيه عادي وما بيأثرش معاه اي شيء، ولكن كان في حالات مأساوية، يعني الصاق الكهربائي اللي حصل أكتر من مرة، الفلاح اللي نازل هو وبنته شغال في الأرض عادي ومخرط سيول من فوق نازل عليهم صخرة تموتهم هما الاثنين، فطبعا حرام يعني أرواح المصريين ناخد بالنا شوية. طبعا. طيب احنا معانا صورة بتبين بالظبط الوضع أو شكل، لأن كان في بعض الناس كانت بتصف هذا المنخفض بأنه يرتقي للفظ الإعصار. انتوا شايفينه ازاي؟ لا، احنا شايفين ان هو ده منخفض جوي من المنخفضات اللي بتتكون في فصل الخريف واللي بتعبر من الغرب للشرق في حوض البحر المتوسط، وزي ما باين في الخرائط الضغط الجوي المتعمق ده قيمه الضغط الجوي جواه حوالي 1008، وده في علم الارصاد ما يرتقيش خالص انه يتقال عليه لفظ الاعصار. الاعصار عاده بتتكون في المحيطات، من الصعب تكون في المحيطات، في المحيطات فقط. ليه؟ اشمعنى يعني؟ يعني بتبقى محتاجه مساحات اوسع من الميه، بتاخد كميات طاقه اكبر من الميه، كميات البروده اللي في طبقات الجو العليا في برضه في الاماكن اللي فيها محيطات وفروق درجات الحراره بين الميه وسطح الارض. انما احنا عندنا حوض البحر المتوسط، انما حوض البحر المتوسط المنخفضات الجويه اللي فيه ده منخفض جوي متعمق، ما نقدرش نوصفه اكتر من كده. حتى يعني ما يرتقيش ده اللي هو الدايره الحمراء اللي احنا شايفينها، الدايره الحمراء اللي جوه دي اللي مستوى الضغط فيها 1008. انا عايز اقول ان يعني في منخفضات جويه اعمق من كده كمان بتتكون في حوض البحر المتوسط، وبيصاحبها او بيتزامن معاها وجود منخفضات جويه في طبقات الجو العليا اعمق
من اللي موجوده دلوقتي برضو. نعم. وبتتكون بتنشا معاها حالات عدم استقرار. طيب. واحنا بنتكلم بوجود هذه التحذيرات وان في بيان تاني صدر من هيئه الارصاد الجويه من ساعه، يبقى لازم يكون معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه. دكتور خالد الاول مساء الخير. مساء الخير احمد بيه، ومساء الخير على الدكتور الفاضل، ومساء الخير على اهلنا في المحافظه. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور خالد. دكتور خالد، لما بنتكلم ان يمكن كان على مدار ال 48 ساعه اللي فاتت كان في بعض الهجوم من قبل المواطنين على بعض الاماكن اللي كانت موجوده اللي حصل فيها هطول امطار بشكل مكثف، وكانت الناس بتتساءل هل ما كانش فيه استعدادات، ليه ما كانش فيه استعدادات، ليه البلعات ما كانتش مفتوحه. طيب واللي جاي؟ ده سؤالي الاولاني. السؤال الثاني، واللي جاي انتوا هتعملوا ايه في اسكندريه وفي المناطق اللي تم التحذير بيها الان من قبل هيئه الارصاد الجويه؟ خليني اقول لحضرتك ان غرفه عمليات وزاره التنميه المحليه مع غرفه عمليات مجلس الوزراء مع غرفه عمليات وزاره الري والموارد المائيه مع الارصاد بينسقوا مع بعض يا فندم بشان الاستعداد للامطار. لو جينا اتكلمنا بنظره تحليليه سريعه على اللي حصل اول امس في القاهره، معدل هطول الامطار اللي نزل وفقا للاحصاءات اللي غرفه عمليات القاهره امدتنا بيها واللي امدتنا بيها كمان شركه مياه الشرب وشركه قابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، قالوا لنا انه اللي حصل على المنطقه الشرقيه في القاهره ان هطلت امطار من الساعه 3 حتى الساعه 4:30 عصرا كانت حوالي 650 ألف متر مكعب. 650 ألف متر مكعب بكثافة 12 ملي متر، وقالوا لنا أن المنسوب نزل المنسوب بالحي السابع والحي الثامن ومنطقة رابعة منسوب فيها مرتفع مقارنة في أد والانحدار شديد في اتجاه كل من شارع الأوتوستراد وشارع صلاح سالم بنفقي العروبة والثورة، أدى ده إلى تزاحم كميات الأمطار مع الازدحام مع النطاق الاستيعابية للمنطقة دي انها تقدر تستوعب على مدار يوم كامل ممكن يصل استيعابها الى 250 الف متر مكعب، ولكن في ساعه ونص. انما مش 650 الف متر، يعني حضرتك بتتكلم ان يمكن تقدر تستوعب التلت الكميه اللي نزلت. بالظبط تلت الكميه في يوم كامل، انما اللي حصل على مدى ساعه ونص. ساعه ونص بعد ذلك بدا الساعه 5 ثم بدأ كمان بعد كده الساعة 5 عصرا الأمطار ثم بدأت بعد كده الأمطار الساعة ليلة 23 اللي هو ليلة أول أمس الساعة 2:30 الفجر بدأت الأمطار. طيب أنا سؤالي دكتور خالد، هل أنتم ك يعني وزارة للتنمية المحلية عندكم اللوجستيات الكفاية اللي تساعدكم لنسح مثل هذه المياه في زمن يعني قصير، ولا هتحتاج وقت؟ هو اللي حصل يا فندم لما احنا يعني لما التنسيق زمايلنا في الغرفة المركزية مع القاهرة تم الدفع ب 80 عربية شفط وكسح مية وده من شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة وتجميل القاهرة مع الأحياء مع نزول العمالة، ده أدى إلى أن هم يتدخلوا ويشتغلوا على حل المشكلة دي، ولكن كان الازدحام المروري كان عائق لكثير من السيارات أنها تخش، مش عارفة تروح أصلا. بالظبط. فده أخذ جزء من الوقت مع إعادة الانتشار، فاشتغلوا وحلوا المشكلة لغاية الساعة 11 وثلث مساء كانوا حلين المشكلة وسحبين كميات المية الزيادة دي اللي موجودة في نفق العروبة والثورة وشارع التسعين. طيب دكتور خالد، هل هناك خطة موجودة الآن لتحديث شبكة صرف مياه الأمطار داخل القاهرة، ولا احنا مش محتاجين؟ خليني أقول لحضرتك الآتي، ده اللي حصل أثناء الأزمة. امبارح بالتواصل مع الزملاء في القاهرة السيد المحافظ اجتمع مع
السادة رؤساء الأحياء وكل المعنيين بالملف ده، وتم تحديد ال 20 ألف بلاعة في القاهرة. 20 ألف بلاعة دول تم تطهيرهم تاني، هم اتطهروا في شهر بداية شهر 9، ولكن العمل على إعادة تطهيرهم تاني وإعادة انتشار السيارات بتاعة الكسح والشفط المياه في مداخل ومخارج الأنفاق والمحاور الرئيسة والشوارع الرئيسة، بحيث يتم استيعاب الأحداث اللي جاية إن شاء الله. خلي بال حضرتك إن الشتوية ديت هي شتويات بداية الشتاء، نعم، البداية، وبالتالي هي بتكشف لك حضرتك أنت محتاج تطور إيه ومحتاج تحسن إيه ناقص عند حضرتك علشان يتم ده كلام مهم جدا دكتور خالد، لان اللي ما بيتعلمش من الازمه يبقى عنده مشكله. فاحنا احنا بنتعلم دلوقتي، وان احنا نتلافى هذا الامر في المستقبل. ده من ضمن الحاجات المهمه. هتعملوا ايه في اسكندريه وتوصياتكم الان للساده العاملين بالاداره المحليه في محافظه الاسكندريه، او خلينا نقول كل محافظات الشمال زائد القناة وشمال ووسط سيناء؟ خليني أقول لحضرتك، أنا دلوقتي حالا وحضرتك بتكلمني أنا موجود في اسكندرية، وشفت أنه الزملاء عاملين خطة انتشار سريعة موجودة على الأرض. اسكندرية بتتسم بأنها عندها نواة، والنواة دي معادها معلوم، والنواة دي فتراتها الزمنية معلومة للجميع، وبالتالي هو الاستعداد بتطهير الشنايش ده بالفعل تم. لكن في نقطة مهمة جدا يا فندم، احنا يوم 26 يعني يوم السبت فريق عمل وزارة التنمية المحلية مع اسكندرية مع الجهات المعنية بنعمل حاجة اسمها نموذج محاكاة، يعني أمطار، بنعمل عمليات ضخ في البلعات. مش هنحتاج، احنا عندنا نموذج محاكاة جاي لوحده بكرة يعني يعني عندنا بكرة الاختبار الحقيقي يعني. بالضبط يا فندم. خليني اقول لحضرتك ان احنا ابتدينا من يوم 28/8 اللي فات بننزل وبنعمل مراجعات على الارض في 12 محافظة ساحلية وحدودية. نعم. ابتدينا بأسوان وقنا، وان شاء الله مرورا بالمحافظات الاخرى جنوب سيناء. طيب خلينا اسال حضرتك سؤال مباشر ممكن، يعني بكره خلينا نقول يبقى امتحان حقيقي لمدى جاهزيه وكفاءه رجال التنميه المحليه بالسواحل الشماليه المصريه ومدن القناه وشمال ووسط سيناء. ان شاء الله يا فندم خير باذن الله. يعني الزملاء يعني شغالين على الارض ومتحسبين، وعايز اقول لحضرتك بتقرير المتابعه في غرفه عمليات الوزاره، خليني اقول لحضرتك انا بقرا لحضرتك دلوقتي تقرير انه تمت المتابعه على مدار الساعه بالتنسيق مع غرف العمليه المركزيه برئاسه مجلس الوزراء. خليني اقول لحضرتك هناك امطار غزيره على مراكز زي بركه السبع، تلا، شبين الكوم، واشمون بمحافظه المنوفيه، وتمت دفع بسيارات شفط ميه وجاري المتابعه ليها، وان في امطار متوسطه على بعض المراكز بمحافظه كفر الشيخ، وتم برضو الدفع بعده سيارات للشفط المياه وجاري المتابعه. بالنسبه لمحافظه القاهره في انتظام في الحياه اليوميه مع الاستمرار برفع باقي الاثار الناشئه او النشأة في بعض المناطق بمدينه نصر، بالاضافه الى باقي المحافظات، فالجو مستقر ولا يوجد اي معوقات مع انتظام سير الحياه اليوميه. نعم. ده اللي جاني دلوقتي يا فندم، وبقراه لحضرتك من التقرير من على الموبايل. تمام، انا بشكرك جدا دكتور خالد قاسم على هذه المداخله، المتحدث الرسمي باسم وزاره التنميه المحليه. واستاذنك ان انا بكره هكون موجود على الهواء، انا بكره عندي شغل، عشان كده كنت بقول لحضرتك يمكن الناس اللي رايحه شغلها بكره تروح ولا لا، كان نفسي حضرتك تقول لي لا كنت اخد اجازه بس هاجي انا كده للاسف. فان شاء الله هنتابع بكره مع الدكتور خالد قاسم مدى جاهزيه بقى الكلام، يعني الكلام النهارده بيتقال كويس، بكره اختبار حقيقي، تعالى نشوف بكره هيبقى التعامل هيبقى شكله عامل ازاي. اتمنى ان هم ينجحوا في هذا الامر. اهو دلوقتي في اعتقد محدش يقدر يقول محدش قال او ما كناش نعرف او الجاهزيه ما كانتش قد كده، بس في نفس الوقت هل البنيه التحتيه في هذه المدن تستوعب هطول هذه الامطار بالكم ده في توقيت معين ولا لا؟
هنشوف برضو الكلام ده بكره. ايه اللي حصل؟ يعني هل في ناس بتتكلم ان الدنيا حصل فيها تغير مناخي، وان احنا مناخنا الان اصبح اكثر اوروبي عن ما كنا في السابق، وفي الصيف اكثر عروبه اكثر مما كنا في السابق؟ لا، هو التغيرات المناخيه مش مصر بس اللي بتتاثر بيها، العالم كله تاثر بيها. بنشوف وشفنا في فصل الصيف وشفنا فصل الربيع الجو بيحصل فيه ايه في اوروبا، مئات الناس والاف الناس اللي بتموت في اوروبا نتيجه ارتفاع درجات الحراره. فعلا بتسجل درجات حراره قياسيه في اوروبا، يعني تضاهي درجات الحراره اللي بتتسجل في افريقيا. الامطار بدانا نشوف الامطار الثلجيه في القاهره او في القاهره الكبرى بقالنا كام سنه، وده طبعا ما كناش بنشوفه قبل كده. شفنا في العاشر من رمضان امبارح، والعاشر من رمضان امبارح، وطريق مصر اسماعيليه الصحراوي سقوط ثلوج في هذه الاماكن. فخلاص يعني التغيرات المناخيه بدات تغير في طبيعه المناخ بتاعه كل دوله. مصر فعلا بقالها اكتر من سنتين بتشهد حالات من عدم الاستقرار، مصاحبها ظواهر جويه عنيفه، امطار غزيره بشكل قوي، سقوط ثلوج وبرد في بعض الاماكن، حتى انخفاض درجات الحراره في فترات الشتاء كانت بتنخفض بشكل مبالغ فيه، خاصه طبعا في محافظات شمال ووسط سيناء. الحاله اللي احنا فيها دي يعني تعتبر اول حالات فصل الخريف الحقيقيه، حاله عنيفه. يعني هذا الاختبار الاول لنا، حاله عنيفه ما فيش كلام. متوقع طبعا فاضل شهرين على انتهاء فصل الخريف، متوقع استمرار هذه الموجات وتوالي هذه الموجات مره اخرى، سواء في الفصلين الشهرين اللي فاضلين في فصل الخريف او في الثلاث شهور اللي بعديهم في فصل الشتاء. يعني قدامنا خمس شهور بس بنفس الحده دي، قدامنا خمس شهور بتتفاوت فيهم درجات الحده من موجه الى اخرى، ولكن وارد تكرار مثل هذه الموجات. ان شاء الله الموجه اللي احنا فيها نامل ان شاء الله انها تعدي على خير، ان شاء الله يوم الاحد يبقى في حاله من الاستقرار. حاله عدم الاستقرار اللي احنا بنقول عليها دي هتستمر معانا جمعه وسبت، هتبدا على السواحل الشماليه الغربيه ومناطق من الدلتا، وان شاء الله يوم الاحد يوم السبت هتكون ذروتها على السواحل الشرقيه وشمال ووسط سيناء ومدن القناه ان شاء الله. نسبه الدقه الان في هيئه الارصاد الجويه المصريه نقدر نقول كام في الميه؟ لان اكثر من مره كان مثلا كان في ناس مره منتظره رياح 50 على ما اعتقد او حاجه زي كده، وفضلنا يعني مستنيين يومين وجت في اليوم الثالث. ده امتى ده؟ ده سنه كام؟ ده السنه اللي فاتت. لا قبل كده ممكن. لا هو طبعا الحمد لله مصداقيه التنبؤات بتاعتنا الحمد لله يعني بتتجاوز ال 95%، وده شيء طبيعي. احنا بنستخدم افضل واحسن الاجهزه على مستوى العالم، فعلا ما بنهزرش. مشتركين في اقمار صناعيه، مشتركين طبعا في اقمار صناعيه المنظمه العالميه للارصاد الجويه، بصراحه ما بتاثرش معانا خالص، بالاضافه الى السيد معالي الفريق وزير الطيران المدني يونس المصري، برضه بأضاف الى جدي كتير للهيئه العامه للارصاد الجويه، اقربها الرادارات اللي جايه ان شاء الله، ومحطات الارصاد الجويه ال 30 محطه اللي جم للارصاد الجويه بترفع من كفاءه التنبؤات. ولكن احنا فعلا المصداقيه التنبؤات بتاعتنا بتتجاوز ال 95%، وده اللي بيشهد بكده متابعه الاعلام لينا دايما. اي مشكله روح للارصاد. المواطنين لو حضرتك استفسارات المواطنين للهيئه العامه للارصاد الجويه ومتابعه النشره الجويه بشكل يومي يبين مدى اهميه النشره الجويه ومدى مصداقيتها للمواطن طبعا. تمام. انا طبعا بشكر حضرتك يعني يا دكتور محمود جدا على وجودك معانا وعلى النصائح الهامه اللي حضرتك اديتها لنا النهارده، وخلينا نقول رفع درجه التاهب للساده المواطنين اللي موجودين في السواحل الشماليه ومدن القناه وشمال ووسط سيناء، ان هم يعني بلاش يتعاملوا مع الوضع بطريقه مستهان بها. يعني لازم ناخد بالنا يعني قوي. من خلال الميكروفون حضرتك فعلا انا بناشد الساده المواطنين، البيان بتاعنا النهارده طلع عشانكم انتوا، نكون حذرين جدا، ما نحاولش نخرج الا للضروره خلال 48 ساعه القادمه، محدش يسند على عمود نور، ولو خرجنا بالفعل القياده بهدوء على الطريق بقدر الامكان. لو في عربيه هيبقى في امطار، طبعا القياده بهدوء هتحمينا من حاجتين، من عدم الانزلاق، وفي نفس الوقت التحكم في عجله القياده ممكن الرؤيه تكون منخفضه، والمترجل على رجله بقدر الامكان يبعد عن لوحات المعدنيه اللي متعلقه في الشوارع، اكشاك الكهرباء، عمدان النور، ويفضل زي ما قلت لحضرتك التواجد في المنزل عشان نسيب الفرصه حتى
عدم التكدس في الشوارع ونسيب الفرصة للسادة المسؤولين. لو البيت بتاعي على الطريق على طول وفي جراج أركن العربية برة عشان المية. طبعا عشان المية ما نعرفش التجمعات هتبقى فين، فنركن العربية برة وبعيد برضو زي ما قلت لحضرتك عن أعمدة النور أو عن اللوحات المعدنية المتعلقة بتاعة الإعلانات، وزي ما قلت لحضرتك نبعد عن نخلي التكدسات ما فيش تكدسات في الشوارع عشان السادة المسؤولين يعرفوا ينزحوا كميات المياه اللي ممكن تسقط في الشارع. دكتور محمود انا بشكرك جدا على وجودك معانا، ويمكن حضرتك بتقول يا ريت نبعد برضه علشان العربيات بتاعه التنميه المحليه تقدر تمشي او كذا. بالزبط. بنشوف ازاي ان في دول بتعمل حاره خاصه للخدمات الطوارئ، اتمنى ان يبقى عندنا هذه الثقافه. طبعا الحاره الخاصه دي لو موجوده عندنا في مصر احنا اول ناس هنمشي فيها، اتمنى ان تبقى هذه الثقافه موجوده ان يبقى في حاره خاصه بالخدمات سواء كان اسعاف سواء كان، يعني انا مش قادر اتخيل ان امبارح لو في حد تعبان وكان عايز يروح مستشفى او كان عايز يتحرك او في عربيه اسعاف كانت محتاجه انها تنقل حد كان هيبقى في ازمه كبيره جدا. برضو اتمنى ان احنا مع التغير اللي احنا بنشهده في مصر الان ان احنا سلوكياتنا كمواطنين كمان تتغير. بشكرك جدا دكتور محمود شاهين مدير اداره التحاليل والاضطرابات الجويه بالهيئه العامه للارصاد الجويه على وجودك معانا. بشكرك. انا اسال اسال. والنهارده على فكره عايز اقول لكل الساده المشاهدين الساعه 8 في مباراه هامه جدا 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 لنادي الزمالك. نادي الزمالك كان مفروض تاهل بالفعل انما كان انسحاب الفريق الاخر امامه وكان هو مغلوب هناك 2-1 فاتحسبت النتيجه هنا في مصر 2-0 لانسحاب الفريق. بس رجع الاتحاد الافريقي مره ثانيه قال لك لا ده هنعيد المباراه مره ثانيه، فالزمالك هيلعب النهارده الساعه 8. من ضمن اللعب في الاعصاب خلي بالكم، من ضمن اللعب في الاعصاب ان الفريق بيقول ان الارض اصل ارضيه الملعب مليانه ميه ومش هنقدر نلعب في الميه دي. ما هو علينا وعليكم بس ما علينا، المهم احنا النهارده بنتمنى خالص التوفيق لنادي الزمالك المصري في مشواره الافريقي. احنا كلنا مصريين وكلنا بنقف ورا اي فرقه مصريه بتلعب باسم مصر. النهارده الساعه 8 باذن الله خالص التوفيق لنادي الزمالك. بشكرك جدا دكتور محمود مره اخيره. كل الساده المشاهدين ده كان برنامجكم صوت الناس، على لقاء غدا باذن الله تعالى اكون موجود معاكم من الساعه 5:30 لحد الساعه 7. كان معكم احمد الشاعر، اترككم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.